هشام امادي 35 سنه، انا مسير شركه في الدار البيضاء، عندي انا متزوج وعندي جوج الوليدات بنيته وليد. انا ماشي كازابلانكي، انا كازاوي، انا جو سوي ان بيور برودوي الدار البيضاء. زدت في الدار البيضاء، قريت في الدار البيضاء وخدمت في الدار البيضاء. انا قريت في ليسي الخوارزمي في سيدي بليوط ولعبت في تيران السلك. انا المشاكل ديال الدار البيضاء ماشي سمعت عليها ولا قال لي شي حد، عشتها. عشت مشاكل ترونسبور، عشت مشاكل في التيرانات فين لعبوا، عشت مشاكل ادمنستراتيف، عشت مشاكل في الصحه ملي كتمشي لشي سبيطار ولا شي مستشفى الله يحفظ. هاد المشاكل كامله تجسد الفشل الكبير لمدينه الدار البيضاء. اليوم انا ترشحت في اللائحه الجهويه اللي كيتراسها السيد منصف بالخياط. عندنا اربعه الاهداف. الهدف ديالنا الكبير هو التغيير، هو تسهيل حياه المغاربه والمواطنين البيضاويين في الدار البيضاء. عندنا اربعه الاهداف اللي سطرناها واضحين. الهدف الاول هو مدينه يطيب فيها العيش، بغينا البيضاويين منين يخرجوا في الدار البيضاء يكونوا فرحانين بمدينتهم، يلقى البوس نقي، يلقى ترونسبور، يلقى تاكسي، وإلا مشى الله يحفظ اون كلينيك ولا شي مستشفى يلقى الطبيب اللي يعالجه، ما لقاوش الازبال. بغينا نرضاو على مدينتنا، بغينا مدينتنا نخرجوا فيها وحنا فرحانين، بغينا منين نخرجوا ما يتسرقوش لنا التليفونات ديالنا. ثاني هدف، بغينا نحولوا مدينه الدار البيضاء مدينه اولمبيه. عندنا ابطال في مدينه الدار البيضاء، الدار البيضاء خرجات ابطال كبار، المدينه القديمه سيدي بليوط وانفا كاملين خرجوا ابطال كبار. عندنا هدف سطرناه وحنايا غادي نحققوا هذا الهدف، هو ان مدينه الدار البيضاء تولي مدينه اولمبيه. ثالث هدف هو ان مدينه الدار البيضاء تولي ايضا قطب سياحي كبير ومهم. واش تاريخ الدار البيضاء ما تعرفوا حد؟ عندنا التاريخ كبير في العنق وفي المدينه القديمه، المقاومين الكبار خرجوا من تم. عندنا التاريخ ديال سيدي بليوط، احنا عندنا هذا الهدف ديال تحويل مدينه الدار البيضاء لقطب سياحي. شنو هي قطب سياحي؟ هو الناس السياح يبداو يجيو عندنا ويشوفوا الثقافه البيضاويه ويشوفوا التاريخ البيضاوي. رابع هدف هو تحويل مدينه الدار البيضاء لقطب اقتصادي كبير. كيفاش يمكن تولي قطب اقتصادي؟ هو باش نخليو جميع المستثمرين يجيو للدار البيضاء ويلقاو فين يستثمروا، ويلقاو الناس مع من يخدموا، ويلقاو الاطر اللي يخدموا. الى حولناها القطر القطب اقتصادي، هذا تعني اننا غادي نحققوا مناصب شغل كبيره ومهمه للبيضاويين. انا كنناشد البيضاوه ولاد الدار البيضاء، الى بغيتوا التغيير، الى بغيتوا نخرجوا من هذا الفشل، الى بغيتوا نزيدوا كاملين لقدام نخدموا لوليداتنا، صوتوا على حزب الحمامه. انا بغيت التغيير، واش نتوما بغيتوه؟